المهندس احمد شكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الفيديو ان شاء الله الجزء الثاني من تعقيبنا على ملزمه الدكتور خالد البطل في مواد التحول الرقمي والمعرفه باسم ملزمه 19 سبتمبر، وسنضع في هذا التعقيب ان شاء الله الاسئله التي تحتاج الى تصحيح، وكذلك الأسئلة التي على المقرر القديم والأسئلة التي على المقرر الحديث، وكذلك سنعقب على الأسئلة الصعبة وذلك في مادة تطبيقات الهاتف المحمول موبايل أبليكيشن. وطبعا في كل فيديو لا يفوتني أن أشكر الدكتور خالد البطل على هذا المجهود، وكلنا نعلم أن الكمال لله وحده، ولازم سنجد بعض الأخطاء الغير مقصودة، وأتمنى من سيادته إضافة هذه التصويبات إلى مذكراته القادمة إن شاء الله. وسنبدأ بالسؤال رقم 24. أبل آي أو إس مشتق من نظام التشغيل ماك أو إس إكس. طب الإجابة إن شاء الله على المقرر الحديث اللي هي صفحة 17، الإجابة تمام. أبل آي أو إس مشتق من نظام التشغيل ماك أو إس إكس، فالإجابة كده تمام زي الفل. سؤال 25. عند اختيار تنشيط عام يمكن لأي شخص البحث على جوجل والوصول الى الملف دون تسجيل الدخول على حساب جوجل الخاص به. طب الاجابه تمام زي الفل، هنلاقيها صاد 30. طبعا اجابه السؤال ده حضراتكم هتلاقيها في قيود مشاركه الملفات. تنشيط عام يمكن لاي شخص البحث على جوجل والوصول الى الملف دون تسجيل الدخول الى حساب جوجل الخاص به. فالسؤال جاي من الجزئيه دي حضراتكم. خلي بالكم حضراتكم في الجزئيه دي بيقول عدد المستخدمين الذين يمكن مشاركه الملف معهم، تتوفر إمكانية التعديل والتعليق على الملف لعدد 100 مستخدم كحد أقصى، ويمكن لأكثر من 100 مستخدم عرض الملف. فالجزئية لحضراتكم موضع إيه سؤال؟ يعني ممكن يقول لي هنا إيه؟ ترو ولا فولس؟ تتوفر إمكانية التعديل والتعليق على الملف لعدد 100 مستخدم كحد أقصى، ترو ولا فولس؟ فدي جزئية السؤال حضراتكم، والسؤال ده حضراتكم حليناه في الجزء الأول وهو بالتحديد سؤال 22. يعني رحنا لملازم خالد البطل في السؤال 22. وليمكن لعدد 1000 مستخدم تعديل الملفات في جوجل درايف، الإجابة خطأ، تمام؟ فالمفروض حضراتكم هنا إيه؟ 100 مستخدم اللي هم إيه يستطيعوا تعديل الملف. ننتقل للسؤال 26. برنامج فوكسد ريدر هو أداة وورد متعدد اللغات، خطأ. طب إجابة الدكتور خالد البطل تمام زي الفل. لو رحنا حضراتكم صفحة 49 في المقرر الجديد، برنامج فوكس ريدر ده هو أداة بي دي اف متعدد اللغات، لكن في السؤال هنا بيقول هنا ايه هو أداة وورد متعدد اللغات، عشان كده ايه خطأ. سؤال 29. يحتوي الهاتف الذكي على أجهزة استشعار مثل ان اف سي، الإجابة خطأ. لو ذهبنا لصفحة 13 في المقرر الجديد، أجهزة الاستشعار حضراتكم هي اسمها بتاع تحديد المواقع اسمها جي بي اس وليست ان اف سي، يبقى كده الإجابة بتاعت الدكتور خالد البطل تمام. ننتقل حضراتكم للسؤال 31. يستخدم هاتف خلوي كول فون لإجراء المكالمات والرسائل النصية فقط. هذا السؤال إجابته تمام حضراتكم، بس هنا في خطأ لغوي. لو ذهبنا إلى المقرر القديم صفحة 17، قد يكون الهاتف محمولا ولكن لا يمكن تصنيفه كهاتف ذكي، وعادة ما يسمى هاتف خلوي سيل فون، حيث تستخدم هذه الهواتف الكلاسيكية فقط لإجراء المكالمات والرسائل النصية هي فقط. فيسمع حضراتكم سيل فون وليست كول فون. يعني هنا حرف الإي في السؤال هنا كاتبه حرف الإي، يعني المفروض الحرف ده هو إي. سيل فون يستخدم هاتف خلوي سيل فون. نفس إجابة السؤال ده حضراتكم موجودة في المقرر الجديد بالصفحة 15. الهاتف الخلوي، حيث أن هذه الهواتف الكلاسيكية تستخدم فقط لإجراء المكالمات والرسائل النصية فقط، ولكن بس ما كتبهاش بالإنجليزي سيل فون، مكتوبة بالإنجليش فين حضراتكم؟ في المقرر القديم أهي مكتوبة سيل فون. في السؤال هنا مكتوبة كول فون، يعني في خطأ لغوي هنا في هذا السؤال تمام، بس الإجابة تمام زي الفل. هننتقل للسؤال 33. نظام تشغيل الهواتف الذكية ويندوز 7 بلاك بيري او اس، الإجابة هي بلاك بيري او اس تمام، بس السؤال ده حضراتكم من الأسئلة إيه الصعبة، هلاقي إجابته صاد 16 بالمقرر الجديد. نظام تشغيل بلاك بيري او اس هو نظام تشغيل محمول خاص تم التطوير بواسطة ريسيرش ان موشن،
يبقى بالله كبيرة حضراتكم عبارة عن نظام تشغيل للهواتف الذكية. طبعا تم تطويره بواسطة ريسيرش ان موشن، دي برضو موضع سؤال. ننتقل للسؤال 36، الحد المقبول لدقة الشاشة هو 700 بكسل، خطأ. الإجابة تمام زي الفل، بس موجودة في المقرر القديم هنلاقيها صاد 16. فيما يتعلق بدقة الشاشة، فإن الحد المقبول في الهاتف الذكية للدقة هو 1080 و1920 بكسل وليست 700، عشان كده إجابة الدكتور خالد البطل تمام. هننتقل للسؤال 37، والسناب شات ملك لفيسبوك، الإجابة خطأ. إجابة السؤال ده حضراتكم صاد 68 بالمقرر الجديد. والسناب شات هو تطبيق جوال لأجهزة أندرويد وأي أو إس، يرأسها الشريك المؤسس إيفان شبيغل وليست الفيسبوك. لاحظوا إن الفيسبوك حضراتكم بيمتلك التطبيق اللي اسمه انستجرام، ده اللي جاي في صفحة كام حضراتكم؟ صفحة 64. يحتوي انستجرام على مجموعة واسعة من المميزات التي نحددها أدناه بعد أن تم شراؤها من قبل فيسبوك مقابل مليار دولار في عام 2012. وبرضه حضراتكم الواتساب يمتلكه الفيسبوك. في خبر حضراتكم على النت، هو فيسبوك تفاجئ الأسواق بشراء واتساب ب 19 مليار دولار. يعني فيسبوك حضراتكم بتمتلك الواتساب وتمتلك الانستجرام. ننتقل للسؤال 38، وقال يتميز تطبيق سناب شات بطبيعة مؤقتة، صواب. طبعا إجابتها لحضراتكم صاد 68. أحد المفاهيم الأساسية للتطبيق هي أن أي صورة أو مقطع فيديو أو رسالة مرسلة بشكل افتراضي يتم إتاحتها للملتقى لفترة قصيرة فقط قبل أن يتعذر الوصول إليها. هذه الطبيعة المؤقتة أو المؤقتة للتطبيق تم تصميمه في الأصل لتشجيع التدقق الطبيعي للتفاعل. فدي إجابة إيه؟ تمام زي الفل. يبقى يتميز سناب شات بطبيعتين ايه؟ مؤقتة. سؤال 39، سناب شات تطبيق جوال، تمام زي الفل، لسه جارينها دلوقتي، لسه جارينها. سناب شات هو تطبيق ايه؟ جوال. سؤال 40، يسمح تطبيق سناب شات بإتاحة أي صورة أو مقطع فيديو أو رسالة مرسلة لفترة قصيرة قبل يتعذر الوصول إليها، لسه برضو جارينا حضراتكم في هذا الجزء. يعني صورة أو مقطع فيديو أو رسالة مرسلة بشكل افتراضي يتم إتاحتها للملتقى لفترة قصيرة قبل أن يتعذر الوصول إليها. سؤال 41، شبيغل هو مالك سناب شات أو الشريك المؤسس لسناب شات، دي إجابته برضه صاد 68. يرأس سناب شات حضراتكم إيفان شبيغل، يبقى الإجابة إيه؟ تمام. يعني على الفقرة دي بس حضراتكم جي كام سؤال؟ سؤال 37 وسؤال 38 و39 و40 و41. سؤال 42، الجهاز الذكي هو جهاز إلكتروني متصل بشكل عام بأجهزة أو شبكات أخرى عبر بروتوكولات مختلفة، دي إجابة حضراتكم هنلاقيها صاد 18 وتلاقيها موجودة بالنص. أول سطر حضراتكم، الجهاز الذكي هو جهاز إلكتروني متصل بشكل عام بأجهزة أو شبكات أخرى عبر بروتوكولات مختلفة، يعني نفس السؤال جاي بالنص صفحة 18. سؤال 43 وسؤال 44، السؤالين دول حضراتكم من المقرر القديم. يقول لي إذا كنت ترغب بالاعتماد على هاتف أندرويد متوسط الأداء للقيام بالمهام العادية، فيمكن اختيار معالجات كوالكوم سناب دراجون 600. وإذا كنت ترغب بالاعتماد على هاتف أندرويد عالي الأداء للقيام بالمهام العادية، فيمكن اختيار معالجات كوالكوم سناب دراجون 835. يعني سؤال 44 هتلاقيه في المقرر القديم والمقرر الجديد، لكن سؤال 43 هتلاقيه في المقرر القديم فقط. سؤال 45، يمكن أن يتصل الجهاز الذكي ب 3G، صواب. لا، المفروض حضراتكم الإجابة خطأ، يعني الإجابة هنا مش تمام. ليه؟ يمكن أن يتصل الجهاز الذكي المفروض G3 وليست 3G، يعني هنا مكتوبة عكس، بدل G3 مكتوبة 3G. لو نظرنا حضراتكم للسؤال رقم 14، بيقول لي يمكن أن يتصل الجهاز الذكي بG3، دي صواب، يبقى G3 وليست 3G، وده في الفيديو الخاص بالجزء الأول. يبقى الإجابة بتاعت السؤال 45 المفروض تبقى خطأ، عشان ده هي G3 وليست 3G. سؤال 49، تعتمد الهاتف الذكية على شاشة MCD تعمل باللمس، خطأ. طب الإجابة تمام، ليه؟ المفروض الشاشة
ال سي دي وليست ام سي دي. يبقى كده الاجابه دي تمام زي الفل. سؤال 52، تشفير الواتساب يتكون من 40 رقم. دي الاجابه تمام زي الفل. الاقيها صاد 70 حضراتكم بالمقرر الجديد. وطبعا حضرتك بتتكلم هنا على تشفير المحادثات في الواتساب. رمز الامان على الشاشه يتكون من 40 رقما ايه عشوائيا. يتم ارسال هذه الارقام للطرف الاخر باي طريقه للتاكد من طبقتها ايضا، واذا كانت مطبقه فهذا يعني ان المحادثه ايه مشفره. سؤال 54، قامت شركه ابل باصدار ايفون. الاجابه تمام زي الفل. هتلاقي حضراتكم صفحه 15 بالمقرر الجديد. ابل جهازها الشهير اسمه ايفون، باصداراتها طبعا ايفون 6 وايفون 7 وايفون اكس. وتخلي بالكم طبعا سامسونج اصداراتها ايه حضراتكم؟ جالاكسي نوت جي سيريس جي. دي طبعا دي موضع سؤال. وهواوي واي 7 ومات 20 وبي 20 برو ونوفا. دول اصدارات ايه؟ هواوي. لو رحنا لسؤال 56، تعتبر اجهزه جي سيريس وجالاكسي ونوت من انتاج شركه سامسونج. دي صواب. لسه جارينا حضراتكم من شويه، جي سيريس ونوت وجي سيريس جي دي شركه تبع شركه ايه؟ سامسونج. سؤال 59، بلاك بيري او اس تم تطويره من قبل ريسيرش ان موشن. دي لسه جايلينها من شويه حضراتكم وتلاقوها صفحه 16. بلاك بيري تم تطويره بواسطه ريسيرش ان موشن، لسه ذاكرينها من شويه. طبعا الاسئله طبعا صعبه شويه، عشان كده ايه بنحاول نعقب عليها يعني. طبعا حضراتكم عشان حجم الفيديو ما يزيدش سنكتفي بهذا القدر ان شاء الله من التعقيبات، وسنكمل الشرح في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى. أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.